يقول السائل: كيف أقضي ما فاتني من صلاة الجنازة؟ نعم، إذا جئت والناس في أثناء صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى بالنسبة لك، تكبيرة الأولى، وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام تكبر الثالثة بعد الإمام وتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة وتسلم عن يمينك. هكذا تأتي بما فاتك بعد سلام الإمام، مثل ما هو في صلاة الفريضة سواء. نعم.